الله يبارك فيك. الاسم ديالي عثمان، سن 26 سنة، المستوى الدراسي حاصل على شهادة البكالوريا في شعبة العلوم الإنسانية. فوالا. عثمان شنو باغي تشارك معنا اليوم؟ أنا اليوم بغيت نشارك واحد التجربة نوعية، واحد التجربة تجربة الحياة وتجربة ديال الواقع المغربي أو فوالا الواقع المغربي إن صح التعبير. طبعا بغيت نشارك مع الجمهور، بغيت نشارك صعوبة الحياة اللي تنعيشوها في المجتمع المغربي والتحديات اللي كنواجهوها احنا كشباب والصعوبات اللي واجهناها وصعوبة الحياة، وبغينا نوصلوا واحد الفكرة، بغينا نوصلوا واحد الهدف اللي ربما نقدروا. عثمان من الشكل ديال الطريقة ديال الهضرة ديالك كتبان أن الحياة أثرت بزاف أو ربما ظلمات، ربما خدات منا بزاف الأشياء. كنا فاش كنا باقي صغار كنا كنحلموا، يكون عندنا مستقبل، يكون عندنا طموح، يكون عندنا صراحة. أنا فاش كنت باقي صغير كنت ديما كنحلم أن نكون في جهاز الأمن الوطني، نكون واحد من رجال الأمن الوطني، ونكون على راحة المواطن وعلى أمن وسلامة المواطن. اليوم عثمان هذا كان الصغر ديالك، اليوم عثمان فينا؟ اليوم عثمان قرا واحد المستوى الدراسي، الحمد لله وصلنا لواحد المستوى اللي هو الحمد لله يعني مستوى ديال البكالوريا، قرينا في شعبة ديال التكوين المهني وتكوننا الحمد لله، عندنا دبلومات وعندنا شواهد ديالنا. اليوم عندي دبلوم في اللوجيستيك، واليوم تنقل لأولى خدمة في الشركة. علاش عثمان تخلى على هذا الحلم؟ هذا الصراحة كنت كنحلم ديما نكون خدام في رجال الأمن الوطني، ما كتبش ما توفقش في هذه المسيرة هذه، ومازال الهدف إن شاء الله مازال نخدموا عليه، مازال كنفكر إن شاء الله مازال عندي فرص باش إن شاء الله يتحقق هذا الحلم هذا، ولو حلم بسيط. فوالا. عثمان باغي يعيش كباقي الشباب، عثمان باغي يكون بحاله بحال ولاد الشعب، عثمان باغي توا باغي يكون عايش بحاله بحال الناس، عنده خدمة، عنده مكانة في المجتمع، عنده واحد مع الأسف لا. علاش؟ حيتاش ما كاينش الكفاءة ولا الاستحقاق. حنا قرينا واحد المفهوم وهو الكفاءة والاستحقاق، كنا كنأمنوا به، ولكن فاش خرجنا لأرض الواقع مع الأسف الشديد ما لقيناش هاد التطبيق، ما لقيناش مرة نهائية. فاش كتمشي مثلا شركة كتحط السيرة الذاتية ديالك، فاش كيقول لك فوالا من بعد نعيطولك إن شاء الله، من بعد كتكتشف راسك أنت خارج قائمة، ما كاين لا هادي. علاش؟ حتى أنت ربما عيولو الشعب، وحنا في المجتمع المغربي مع الأسف إلا بغيتي تخدم، بغيتي تدخل في واحد المؤسسة، ولا بغيتي تدخل في واحد المكانة، خاص يكون عندك باك صاحبي، وحنا للاسف ما عندناش باك صاحبي. عندنا الحمد لله عند الله تعالى، حنا ولاد الشعب الحمد لله على كل حال. و بغيت نهضر لواحد النقطة مهمة بزاف. مؤخرا انتشر واحد الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي ان في الشركة في المنطقة الصناعية ديال شرافات واحد السيد لقى واحد العلبة او واحد الكرتونة فيها سيفيات، هاد السيفيات فيهم السيفيات ديال ولاد الشعب اللي كيقلبوا على واحد لوحه طرد الخبز مش انسان يعيش به. هادوك السيفيات يعني لاحوهم على برا المنطقه الصناعيه، وهاد السيد راه كاين الفيديو، راه كاين في مواقع التواصل الاجتماعي. هذاك الشيء الصراحه ألمني الضمير ديالي وبقى فيا الحال بزاف، علاش الانسان كيقرا ربما يكون بيناتهم، ولا ما كانش يدير عليك واحد ولد الشعب اخر
علاش واحد الانسان بقى كيقرا واحد المستوى الدراسي وواحد تكون مهني وتكون وخد الدبلومات ديالو في اخر المطاف كتلقى راسك انت خارج هذاك الاتجاه اللي كنتي ماشي فيه وخارج صراحه ما كاينش باش مؤسف جدا مع الاسف الشديد حاليا الحمد لله تكونت فواحد التكوين مهني وعندي واحد الدبلوم عندي مؤهلات باش نخدم في واحد المجال ولكن هذه المشكله خصك معرفه خصك باك صاحبي خصك اللي غادي يوصلك عند رب العمل اما انت يعني باش تدخل عند رب العمل تقدم السيره الجنسيه ديالك باش تخدم ما كايناش يمكن خصك ضروري واحد الوسيطه باش ممكن طنجة كتعتبر ثاني قطب صناعي في المغرب بعد مدينة الدار البيضاء فيها حوالي يعني فيها واحد ثلاثة ديال المناطق الصناعية الكل كيعرف مدينة طنجة يعني ولات من أكبر المدن المغربية في مجال الصناعة فوالا مع ذلك كاين الشباب ديال طنجة كيعانوا يعني بطالة بزاف خصوصا في الشمال هما ربما كيقولوا ولاد الشباب ما كيخدموش هما كيقول بزاف ديال كيقول لك ولد الشام ما يمكنش يخدم 50 درهم ما يمكنش يخدم 100 درهم في النهار والعكس حنا تلاقينا مع الشباب ديال طنجه ولا طنجه ولا الشمال كنمشيو نقلبوا على خدمه كيقول لك لا انتم ما كتخدموش انتم ولا الشمال ما منظمتيش ما عرفتش علاش شنو المشكل بالضبط عندهم نظره ربما على الشمال يعني كما يصطلح عليه في شوش او ما عرفتش بالضبط صراحه لاباس اليوم عندنا مثلا عندنا باش او مع العلم ان احنا يعني شنو الرساله اللي تبغي اللي توجه سواء المسؤولين على الشغل في المغرب سواء ربان او ارباب الشركات ومصانع الرساله ديالي بغيتنا كل واحد اللي عنده شي بوست يخدم فيها انت كوزير اليوم وزير ديال الشغل مؤخرا سمعت بانه وزير الشغل راه خلق واحد العدد مهم ديال مناصب الشغل ملي كنخرجوا لارض الواقع ما كاينش هادشي هذا صراحه هادشي عيب مكتوب في الاذاعات الوطنيه اشهارات ولكن فاش كنمشوا لارض الواقع كنقلبوا على خدمه كيقول لك الساعه ما كاينش كتمشي عند الشركه كيقول لك الساعه ما كاينش خدمه كتمشي عند الشركه كيقول لك سير تنعيطوا لك ما كاين والو حتى الساعه ما كاين والو بحكم انك انت مكون وعندك دبلومات وعندك شواهد ديالك عند كفاءة اسمح لي قطعتك وفي المقابل كتلقى ناس ما عندهمش هذه الكفاءة اللي عندك انت خدامين في واحد الميدان اللي ما كيستحقوش علاش حيت هذاك عنده باك صاحبي ما عندوش كفاءة ما العلم انه ما عندوش كفاءة وما عندوش دبلومات وما عندوش الشواهد اللي غتخول له انه يكون في هذاك المجال بغيت نطلب من واحد الحاجة بغينا الرجل المناسب في المكان المناسب بمعنى كل واحد يأدي داك الشيء اللي مطلوب منه فاش نمشي نقلب على شي حاجة ماشي بأنني كنطلب منك شي حاجة أنت مطالب باش تأدي هذيك المهنة على سبيل المثال فاش كتمشي الإدارة طبعا هذاك واجب ديالك هذاك واجب وطني على سبيل المثال فاش كتمشي الاداره العموميه كتبغي واحد الوثيقه من الوثائق كيقول لك سير تنغدى او يعني كيقول لك راه دور مع الناس باش او سير تنبعث صلاه قهوه وعندي تجربه صراحه عندي واحد التجربه اللي عشتها كنا انا واحد الصديق ديالي مشينا نخرجوا شي وثائق اداريه وطلبنا منه انه يعطينا واحد الفوتوكوبي ديال الشهاده ديال البكالوريا ما بغاش قال له خصك تجيب لي الاصليه ما السيد قال له عندي اصليه في مدينه بعيده والسيد كان هنا في طنجه وكان المدينه ديالو بعيده قال له يمكنش نسافر دابا والحاله ماديه ضعيفه وما عنديش وقت قال له ما نقدرش نعطيك فوتوكوبي حتى تجيب لي الباك الاصلي فهذاك السيد مشى عند واحد العون القضائي طلب منه انه باش توسط له باش يمكن له يخرج له هذاك
مشى عندك العون القضائي هضر معاه داك السيد وخرج له بكل سهوله. وهذاك العون القضائي جا عندك الود صاحبي اللي كان معايا وطلب منه 20 درهم. فعلاش؟ هنا سؤال. علاش مقابل؟ انت عندك الخدمه ديالك، الخدمه ديالك انك تساعد الناس، الخدمه ديالك انك فاش المواطن يطلب منك واحد الوثيقه اداريه راه من حقه، ماشي حتى نعطيك 20 درهم او 50 درهم عاد تلبي لي الطلب ديالي. هذيك راه واجب وطني ديالك، انت كتخلص الدوله كتخلصك باش تخدم المواطن. قناه اشواق على هذه الفرصه هذه وعلى البث هذا، وكنتمنى ان شاء الله تحقق المطالب ديالنا. وشكرا بزاف لجميع المسؤولين على قناه اشواق، شكرا بزاف. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.